مصارف لبنان والهيئات الاقتصادية عقدت عدة اجتماعات بمناسبة قرب انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة، وفي اجماع كلي على ان يجري التجديد للحاكم، وذلك تأمينا لاستمرار السياسات الناجحة التي قادها رياض سلامة طيلة 18 سنة الماضية، حافظ على استقرار النقد، حافظ ايضا على القوة الشرائية للرواتب والاجور، ساعد بازدهار القطاع المصرفي نتيجة الرقابة الجيدة اللي مارس عليه، وساعد ايضا بخروج المصارف المتعسرة من السوق اللبنانية. اذا نحن امام حاكم ناجح مستقل الرأي، عليم بامر مهنته، واكتسب على طيلة هذه السنوات شهرة دولية اقر له بها فيها زملائه في الخارج، كما ايضا ساعد على بقاء مؤسسة مصرف لبنان التي هي مؤسسة أساسية في الدولة اللبنانية خارج النزاعات والمسجلات السياسية. نحن بفترة قلق وفترة ترقب، ولا يجب أن تطول هذه الفترة، لأنها بالفعل تجعلنا ندفع أثمان نحن في غنى عنها.